السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة مطبخ أسرتي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وجبة غداء أو عشاء تجي سهلة وكتجي لذيذة بزاف، بالكفتة والبطاطا، صينية ديال البطاطس والكفتة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج هنا، أنا عندي بطاطا، عندي كيلو و200 تقريبا ديال البطاطا اللي نقيتها وسلقتها نص سلقة، واحد غير واحد لخمسة دقائق غير باش طيب لينا دغيا. غادي نحتاج للكفتة، عندي نص كيلو ديال الكفتة، غنحتاج بصلة صغيرة مقطعة صغير، غادي نحتاج للثومة، غنحتاج للمطيشة جوج حبات ديال المطيشة، غنحتاج القزبر والمعدنوس، حبة ديال الفلفلة خضراء وحبة ديال المطيشة. غادي نحتاج العطرية بالنسبة للكفتة، عندي هنايا سكينجبير، الخرقوم، الإبزار، الملحة، وشوية ديال السودانية الحار، والقليل ديال الكمون. هاد التوابل غادي نشرمل بهم الكفتة ديالي، وزيت الزيتون، غنحتاج معلقة صغيرة ديال الزبدة، وعندي مطيشة ديال الحك، هاد مطيشة اللي هاد الماركة اللي خديت أنا، تقدروا تاخذوا حتى مطيشة الحك. غادي نحتاج شويه ديال الماء للصلصه. بالنسبه للطريقه، غادي نبدا اولا غادي نشرمل الكفته ديالي. الكفته غنشرملها بالطريقه ديالنا اللي كنشرملوا بها العاديه. هنايا غادي نضيف التوابل على الكفته، وغندير القزبر والمعدنوس، وزيت الزيتون. غادي نخلط هادشي مزيان. قبل ما نخلط غنضيف معلقه ديال التحميره، انا نسيتها، سمحوا لي، ضروري نديرو التحميره في الكفته. وغادي نخلط مزيان مع الثومه والبصله وهاد التوابل اللي درنا. غادي نخلط مزيان ونرجع لكم. من بعد ما خلطت الكفته مزيان، دابا غادي نشكلها على هذا الشكل هكا دوائر. اللي ما تبغيش دير البصله في الكفته كتقطعها دوائر وكتضيفها مع الخضره. غادي نشكل الكفته ديالي بحال هكا على شكل دائري، غنستمر حتى كنسالي، وغادي نكملو ان شاء الله. هنا غادي نقطع البطاطا ديالي. كما قلت انا سلقتها شويه، الا ما بغيتوش تسلقوها كديروا لها تقطع صغير باش تجي مع الكفته هي هذيك، لان الكفته دغيا كطيب، ومن الاحسن تكون البطاطا شويه متوسطه كبيره بحال هكا. انا كانت عندي اغلب ايام صغيره، ولكن ماشي مشكل. كنقطعها بحال هكا، بالنسبه للصلصه غادي ندير هنا عندي كميله صغيره، غندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، ومعلقه صغيره ديال الزبده. هاد الزبده كتعطينا اللذه زوينه للصلصه، وكتجي المبقى شويه كتجي خطره، كتجي المبقى زوينه. غنضيف فص ديال الثوم، غنخلط مزيان، وغنضيف الطماطم، هنا المطيشة ديالي خليتها تقلات مزيان، غنضيف لها مطيشة الحك، غنضيف ثلاثة حتى ربعة د المعالق.
انا غندير بعض المعالق وغنضيف لها التوابل. عندي الخرقوم، الابزار، الحار والتحميره والملحه. هنخلطهم وغادي نضيف شويه ديال الماء. ما وصلش تقريبا نص كاس الا ربع ديال الماء. الا كانت البطاطا ما سلقتوهاش كديروا كاس د الماء باش لان البطاطا كتشرب الماء. غادي نخليها طيب شويه ونغطي عليها. هنا الصلصه عندي واجده، دابا غنضيف لها غندير معلقه ديال السكر صغيره غير باش نكسر ديك الحموضه ديال الطماطم. غنضيف القزبر والمعدنوس، انا ما ضفتوش في الاول لان الصلصه من بعد ما وجدت طحنتها، ما بغيتش انا يبقى فيه دوك حبيبات ديال مطيشه. لكم الاختيار، اللي بغات تطحنها طحنها، اللي بغات تخليها الا حكيتوها في الاول ماشي ضروري. غنزيد شويه ديال الربيع وصافي. الصلصه عندي واجده وكندوقو طبيعة الحال، كنشوفو واش خاص شي حاجه كنزيدوها. صافي دابا غادي نجيب الصينيه، المول ديال الفرن دهنتو بشويه د الزبده بحال هكا. هنا انا فرشت اول حاجه البطاطا، دابا غندير الكفته. يمكن لكم حتى توقفوا البطاطا والكفته الطريقه اللي بغيتوا، انا غنديرها الطريقه. غادي ندير طبقه طبقه وغنسقي في الاخر بلاصوص ديالي. الطريقه ديال تزيين كتبقى اختياريه ديالكم. الكفته واخا يجيونا هكا ملاصقين ماشي مشكل، لان الكفته كيصغر الحجم ديالها من بعد ما كطيب. دابا غندير مطيشه، الفلفله. هنا انا قطعتها على هذا الشكل، قطعتها دوائر وقسمتها. هاد الفلفله كتعطي واحد اللذه زوينه. ودابا غادي نضيف غنسقي بالصلصه ديالي. انا ما شرملتش الخضر لان هاد الصلصه فيها العطريه وفيها زيت الزبده. نفرق هاد الصلصه بحال هكا، غنغطيها بالورق وغادي نلف عليها الالومنيوم. اللي يبغى يضيف الجبن يقدر يضيف الجبن. كتاخد معنا واحد 45 دقيقة لان بطاطا طابت نص سلقة والكفتة دغيا كتوجد. شوفوها ان شاء الله من بعد ما تحضر، من بعد ما توجد عفوا. كاينة واحد الاضافة اللي بغات ديرها بعد ما يطيب واحد نص طيبة في الفرن، تقدروا تجبدوه وتزيدوا عليه شويه ديال الكريمه، كتجي روعه، كيجي مذاق غزال وكتجي المرقه خطره فيه. غير اللي بغات تجرب ديرها وسبق لي ودرتها كتجي زوينه بزاف.
واللي بغى يخليه هكا حتى هكا كيجي لذيذ. ان شاء الله نشوفوا الطبق من بعد ما يوجد. هذا هو هذه الصينيه ديال الكفته والبطاطا من بعد ما وجدات، كتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه، كتبقى فيها المرقه، كتجي فيها المرقه خاطره. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه. ما تنسونيش بلايك والمشاركه في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهده والى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.